الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود البحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن إنشاء صندوق للهيئة يهدف لحسن استثمار أموالها تحت إشراف ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. شكري يؤكد أن مشروع سد جوليوس نيريري يعكس التعاون بين مصر وتنزانيا وعمق العلاقات بين البلدين. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة في بانوراما النيل، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي والبترول لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطات المضافة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم لمتابعة الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية بإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سيد الأبنودي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة. أستاذ سيد، كيف تثمن توجيهات الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي والبترول، وكيف تساهم هذه الاستكشافات في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا السادة المشاهدين. احنا في البدايه كان طبعا الرئيس النهارده في التحديد بيتكلم عن الخطه الاستثماريه مع معالي وزير البترول المهندس طارق الملا، الخطه الاستثماريه الحاليه والمستقبليه حتى يعني عام 25. فاحنا لو اتكلمنا عن الخطه الاستثماريه الحاليه اللي موجوده حاليا، نقول ان النتائج لم تكن تتحقق لولا ما تم من وضع اسس قويه وتخطيط جيد للاعمال وادارتها اداره اقتصاديه كفء وضعت في اعتبارها مواكبه القطاع لجهود التنميه في الدوله مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفاده المثلى من توجه القياده السياسيه في تحقيق الاصلاح الاقتصادي واللي كان يخدمه طبعا الاستقرار السياسي في المقام الاول، يعني للشركاء الاجانب. لولا ان هناك في مصر استقرار سياسي وامني، لولا انها جت وضخت استثمارات في مصر وبالتالي عادت على الاقتصاد المصري بالفايده طبعا. لو قلنا في الخطه الاستثماريه الحاليه ان احنا حتى ابريل 2022 مصر صدرت بحوالي 13 مليار دولار منتجات بتروليه وغاز طبيعي. طبعا ده كله كان ضمن خطه محكمه تم الاتفاق عليها مع القياده السياسيه ان احنا ازاي يكون مصر تكون بلد محطه انظار العالم في الطاقه وفي المنتجات البتروليه وفي الغاز وخاصه الغاز الطبيعي. يعني الغاز الطبيعي طبعا الحمد لله تم ترسيم الحدود مع بعض الدول وده ادانا. استاذ سيد عفوا ابقى معنا، سنعود للتواصل معك مره اخرى. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية
أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج الصودا أش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج الصودا أش الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. نعود مرة أخرى إلى الأستاذ سيد الأبنودي الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة، ونعود للإجابة على نفس السؤال: تثمين توجيهات الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، تفضل. طبعا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر ضمانه للشركات الاجنبيه والعالميه انها تدخل الاستثمار في مصر، زي ما قلنا في ظل الاستقرار السياسي والامني. المستثمر لما بيجي يدخل بلد يستثمر فيها لازم يكون البلد دي مستقره امنيا وسياسيا. فبناء على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بازاله جميع العقبات اللي هي كانت تواجه زمان البيروقراطيه في الشركات، اللي كانت يعني الشركات تعزف عن الشراكات في مصر، دلوقتي الحمد لله عندنا اكبر شركات في العالم بتشتغل في مجال البترول والغاز والاستكشاف. يعني زي ما قلنا الخطه الاستثماريه الحاليه اللي هي غير المستقبليه، الحاليه الموجوده عملنا فيها حتى نهايه العام ده، طبعا جمله الاستثمار المحققه في قطاع البترول حتى نهايه العام ده حوالي 1 تريليون جنيه، يعني نشوف نحسبهم كام بالدولار دول يعني. طبعا غير الدراسات المشروعات اللي جاري تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير، وده هيفيد كبير جدا في اللي احنا بنعمله. مشروع مثلا اسيوط بتاع الغاز، مشروع قومي اللي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، اللي هو هيعمل اكتفاء ذاتي للسولار في محافظات الصعيد عامه كلها، السولار بمواصفات عالميه. الحاجه الثانيه حضرتك، بيجي دلوقتي عندنا في مصر ومنوط لوزاره البترول انها تحقق امن الطاقه المصري، انها توفر جميع الاحتياجات المصريه من كهرباء ومنازل وسيارات ومصانع لتوفير الغاز، وبالاضافه لذلك ان احنا نامن احتياجات الدول الاوروبيه من الغاز. وده طبعا كان خلال الفتره الماضيه، طبعا كان تم في منتدى غاز شرق المتوسط اللي كان فيه الاسبوعين الماضيين في اكثر من 11 دوله بقياده مصر، تم الاتفاق على بعض الخطط المستقبليه ان احنا ازاي مصر يكون لها دور مهم وحيوي في تامين امداد الطاقه لاوروبا، وده بالتالي هيعود علينا بالفايده في الاقتصاد، في التصدير ان احنا بناخد العمله الصعبه، وخاصه في ظل طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي في ازمات بره مصر. فالحمد لله مصر طبعا خلقت السوق الاوروبي بشكل كبير جدا، وبتصدر دلوقتي حاليا بتصدر كويس. اما الخطه المستقبليه حضرتك، احنا عندنا طبعا الوزاره مش هتعلن على التفاصيل الا زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الان، ان في اكتشافات ان شاء الله خلال الفتره القادمه هيكون في بناء على الاستثمارات اللي موجوده، وبالفعل في البحث السيزمي اللي تم في البحر الاحمر والبحر المتوسط وغرب البحر المتوسط وديلتا النيل، مؤشرات ايجابيه ومؤشرات اوليه ايجابيه ان في تدل على هناك اكتشافات قويه جدا. هي مش زي ظهر يعني، بس يعني اقل من حاجه بسيطه، بس الاكتشافات دي بتعمل تنميه حقيقيه في البلد، في سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر او في دلتا النيل. فاحنا بالتالي طبعا عندنا تنفيذ اكثر من 23 مشروع حاليا خلال الفتره الجايه،
منهم مشروعات تكرير، وعندنا مشروع الاساله بتاع دمياط اللي هو الحمد لله طبعا تم افتتاحه بعد كان متوقف 8 سنوات، ده ساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا ازاي ناخد الغاز من الدول المجاوره وازاي نقدر نسيره وازاي نقدر نصدره ونصدره للدول الاوروبيه، وده هيعود برضو الفايده كبيره جدا اكثر من ثلاث فوائد، فايده التسييل وفايده التصدير وفايده ان احنا بنشتري الغاز عشان نبيعه بره، مش بنشتري، يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي، يعني مصر عندها اكتفاء ذاتي من الغاز، مش محتاجين غاز، لكن احنا بنجيب كمركز اقليمي للطاقه في على مستوى الشرق الاوسط، فاحنا مركز تداول الطاقه وتداول الغاز، ان احنا ممكن ناخد من هنا، واحنا عندنا المحطه طبعا مش موجوده في اي، يعني ما فيش غير ثلاث اربع محطات على مستوى العالم، مصر منهم طبعا محطه اسالة غاز دمياط وويتكو، محطتي دول بطاقه انتاجيه طبعا قليل، لسه ما خدناش الغاز الكبير، بس ما شاء الله دلوقتي شغاله بشكل كويس جدا طبعا. في خطه شامله للشركات قطاع البترول، احنا دلوقتي بنستهدف ان احنا نكتفي ذاتيا من المنتجات البتروليه، احنا بنستورد كميات من حوالي تقريبا 150 ل 200 الف برميل يوميا عشان البنزين وعشان السولر، وده اللي هو ايه اللي هو العبء دلوقتي اللي بتواجهه مصر وبتواجهه بضخ استثمارات اجنبيه عشان نكتشف مزيد من البترول الخام في مناطق الصحراء الغربيه اللي هي لسه تعتد تعد من مناطق البكر اللي لم يكتشف بعد الكثير منها في البترول الخام. نعم، أشكرك أستاذ سيد الأبنودي الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن صندوق قناة صندوق هيئة قناة السويس تم إنشاؤه بهدف استثمار تنمية موارد القناة وتطويرها ومجابهة أي أزمات طارئة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022. هدف من الصندوق كان حاجتين أساسيتين، مش هم دول بس، لكن هم حاجتين أساسيتين. الأول أولاً إن إحنا نستثمر جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات الهيئة تعود بالنفع والخير والنماء على هيئة قناة السويس وعلى الشعب المصري. النقطة الثانية وكان دي بداية الفلسفة بتاعت الصندوق أساسا، اللي هي مجابهة الأزمات والطوارئ القاهرة اللي ممكن تحدث، وإحنا عارفين دلوقتي إحنا بنعيش إزاي في العالم والأزمات اللي بتحصل كل سنة. طب إحنا نتكلم على الثلاث سنوات السابقين، 2020 أزمة كورونا، الحمد لله يمكن ربنا أكرمنا وعدينا منها بسلام ونجاح بسياسات تسويقية مرنة ودراسات وخطط، وقدرنا إن إحنا في حين العالم كله خسر وقنوات كتيرة خسرت إلا إحنا حققنا زيادة في عدد السفن 8% وفي الإيراد ما زادتش عن السنة اللي قبليها لكن ما خسرناش. وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفريط في القناة أو أصل من أصولها. وأكد أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس مرة تانية أو ميزانيتها أو مشروعاتها، وده كيان مستقل، يعني نفصل ما بين صندوق قناة السويس والمرفق أو هيئة قناة السويس، مفيش اتصال بينهم ومش هيعوموا على بعض وناخد من هنا ونحط من هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانيتها محسوبة وبتتراجع وبتراقب من أكتر من جهة. الحاجة التانية المهمة إن احنا مش هنقتطع من الموازنة بتاعة الدولة عشان نحط في الصندوق، يعني دي برضو نقطة مهمة. احنا الموازنه بتاعه الدوله بتتخصص وبتتراجع برضو الاول في الهيئه هنا بتتعمل، وبعدين بتتراجع في الماليه والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنه الموازنه في مجلس النواب، ثم يتصدى عليها، بيتحدد فيها الجزء الاكبر للدوله اللي هو عباره عن الفائض والضرائب والإتوات، ده للدوله، وبيتحدد فيها جزء اخر محسوب ومكتوب ومعروف رقم للمشروعات الاستثماريه للهيئه والتشغيل والمرتبات والوقود والحاجات الاخرى اللي هي بتستخدمها الهيئه بارقام محدده، انا ما بتحركش غير من خلال ميزانيه متراجعه ومتصدى عليها من مجلس النواب. فبالتالي انا ما اقدرش اقرب للجزء اللي هو الفائض والإتاوات والضرائب المحدده للدوله. من جانبه أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن الدولة المصرية وهيئة قناة السويس بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على كل ما يتعلق بالحفاظ على هوية ومصرية قناة السويس. وهذا المؤتمر في الحقيقة ينبئ عن أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذه الدولة وهذه الهيئة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على أن تعقد علنيا ومذاعا ربما الآن على الهواء
من بعض حضراتكم ومن بعض القنوات الإخبارية كل ما يتعلق بموضوع يشغل المصريين جميعا بل ويشغل المنطقة الآن. الأمر الثاني هو سرعة التحرك. مجلس النواب انتهى فقط قبل أمس من الإقرار المبدئي لمشروع القانون، واليوم وبعد أقل من 48 ساعة سيادة الرئيس بيوجه بضرورة عقد لقاء مفتوح وليس مغلق ومسموح فيه بالتسجيل والإذاعة على الهواء مباشرة، وبالتالي هذا ينبئ بأن الأمر يخص المصريين، والرئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس مكلفا منه يخبر المصريين ويناقشهم بما هو شأنهم وليس شأن حكومة أو رئيس دولة، هو شأن هذا الشعب منذ أن حفرت قناة السويس وحفرها بدماء وأرواح شهداء بآلاف بل بعشرات الآلاف. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بالإشادة بالنتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية وترأسه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة، الأمر الذي جاء ليعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمي ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في برنامج تكافل وكرامة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. كما أكدت أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي توفره موازنة الدولة وصل إلى 4.6 مليون أسرة. أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مشروع سد جوليوس نيريري يؤكد على مواصلة التعاون بين مصر وتنزانيا وعمق العلاقات بين البلدين في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة سامية حسن رئيس تنزانيا وبين مصر ودول حوض النيل. جاء ذلك خلال الاحتفال بتدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري بتنزانيا. نتعاون كدولتين في هذا المشروع الهام الذي يبنى بفخر بأيدي مصرية وتنزانية، مما يعكس التزام مصر بتنمية دول حوض النيل ويثبت أن التعاون بين دول حوض النيل ممكنا مع وجود الإرادة السياسية. أصحاب السعادة، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا تقدما على مدار السنوات الماضية بفضل الرؤية المشتركة بين الرئيس السيسي والرئيسة دكتورة سامية سلوهو حسن. يثبت هذا المشروع تعاوننا ويظل دليلا على العلاقات المصرية التنزانية، ونحن ملتزمون بالانتهاء من المشروع بما يتفق مع الالتزام السياسي من القادة من الجانبين، بحيث تتمكن تنزانيا من جمع ثمار هذا الاستثمار الكبير في هذا المشروع الهام. نقل سامح شكري وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى نظيرته التنزانية وحكومة وشعبا لتنزانيا، مؤكدا أن هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات التاريخية القوية بين مصر وتنزانيا.
يسعدني أن أعرب عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئيس وحكومة وشعب تنزانيا بمناسبة هذا الحدث التاريخي لضخ المياه في خزان جوليوس نيريري مشروع الطاقة الكهرومائية. هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر وتنزانيا ويقدم مثالا حيا على ما نستطيع تحقيقه لصالح شعوبنا من خلال التعاون المنسق. في ديسمبر من عام 2015 القيادة السياسية التنزانية أطلقت هذا المشروع الطموح بعد 4 سنوات نقف هنا في ريفوجي مع اكتمال 78% من الأعمال لنعلن ضخ المياه في الخزان الرئيسي، وهذا إنجاز نحو اكتمال المشروع وتوليد الكهرباء. يعد سد جوليوس نيريري تجسيدا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في عدد من الدول الإفريقية ونموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها. سد جوليوس نيريري الذي ينفذه تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب وسويدي إلكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا بتكلفة 3 مليارات دولار يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات على الأصعدة كافة مع تنزانيا، وتعول عليه مصر لمنح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة. بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 77% بمشاركة نحو 500 مهندس وفني مصري، والمرحلة الحالية تتمثل في بدء ملء خزان مياه بحيرة السد خلال ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب المياه في بحيرة السد إلى 163 مترا بسعة 13 مليار و500 مليون متر مكعب في أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع لمنسوب المياه إلى 184 مترا. المكونات الرئيسية للمشروع تشمل إنشاء سد على نهر روفيجي بطول 1033 مترا عن القمة وبارتفاع 134 مترا وله 7 مخارج للمياه بسعة تخزينية تبلغ نحو 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات. وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن تنزانيا، وستكون هي المحطة الأكبر في تنزانيا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بالبلاد. يشمل المشروع إنشاء كوبري خرساني دائم على نهر روفيجي، إضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار وعرض 12 مترا وارتفاع 17 مترا، حيث تم الانتهاء منه وتحويل مجرى النهر في نوفمبر عام 2020. كما يتضمن إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. سيادة السفير، برأيك ما هي أهمية سد جوليوس نيريري وكيف يساهم تشييده في تعزيز العلاقات بين مصر وتنزانيا؟ العلاقات بين مصر وتنزانيا هي علاقات بتضرب جزرة في أعماق التاريخ وتشمل الجميع المجالات تقريبا. ثم ثانيا، أحد الأسباب الرئيسية في تقوية هذه العلاقات أو أحد الروافد الرئيسية لتقوية هذه العلاقات هو أن الدولتين من دول حوض النيل، وبالتالي إسهام مصر في إقامة مثل هذا السد إنما يجسد نموذج للتعاون بين بلدين من دول حوض النيل وأيضا بين بلدين أفريقيين. ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة في إسهام مصر في هذا العمل المتميز، باعتبار أن هذا السد له فوائد عديدة سواء في توليد الطاقة أو فيما يتعلق أيضا بالجانب الوجه الآخر له، وهو المياه بالنسبة لعملية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وأيضا الحياة البشرية. وبالتالي يمكن أن يكون نموذج يحتذى به
فيما يتعلق باستغلال الموارد المائية على نهر دولي، وباعتبار أن النهر الدولي على سبيل المثال هو نهر تتعدد عليه السيادة، سيادة مشتركة وليست سيادة أحادية، تستوجب مراعاة كافة العوامل التي تجعل هناك استفادة وشراكة شراكة منفعة متبادلة بين كافة أطراف. من هنا نؤكد على أن الدور المصري في مثل هذا الأمر إنما هو حلقة في سلسلة من الحلقات التي تدعم العلاقات المصرية بين البلدين، وأيضا في نفس الوقت هو جزء يساهم في عملية التنمية المستدامة ولو في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، باعتبار أن إنشاء مثل هذا السد يترتب عليه دعم البنية التحتية، باعتبار أن هناك ربط كهربائي، والربط الكهربائي أحد الروافد الخاصة بالبنية التحتية، وفي البنية التحتية بالتالي بترتبط بإنشاء صناعات ممكن أن تكون منها ينتج عنها إنتاج، بالتالي يتم تنشيط العلاقات التجارية بين الأطراف المعنية. من هنا نشير إلى أن أيضا في مثل هذا الأمر الخبرة المصرية في هذا المجال هي خبرة تقدم للجانب أو الأفريقي، سواء كان بالنسبة لتنزانيا أو لبقية الدول الأخرى، خاصة وأن مصر لها خبرة ودور كبير في عملية بناء القدرات والخبرات الأفريقية على مدى سنوات عديدة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا يا فندم. أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لماليزيا في ضحايا الانهيار الأرضي في ولاية سيلانغور والذي أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين. وفي بيان لوزارة الخارجية تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وكانت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين مقام يوسف وسط اندلاع مواجهات عنيفة. يعقد اليوم وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية 7 اجتماعا عبر الانترنت لمناقشة كيفية التعامل مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وكان وزراء خارجية المجموعة قد تعهدوا في نوفمبر الماضي بمواصلة فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، بينما التزموا بمواصلة دعم كييف. وتأتي محادثات مجموعة 7 بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن العاصمة، وإعلانه عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بما في ذلك توفير نظام باتريوت للدفاع الجوي. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطاب تاريخي ألقاه في الكونغرس الأمريكي أن بلاده لن تستسلم أبدا للقوات الروسية، مشددا على أن المساعدة الأمريكية لكييف تعد استثمارا في الأمن العالمي. جاء ذلك في أول زيارة خارجية له منذ بدء الأزمة مع روسيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا. من جانبه جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على التزام الولايات المتحدة لدعم الأوكرانيين لمواصلة الدفاع عن بلادهم ضد ما وصفه بالعدوان الروسي. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة حشدت الحلفاء والشركاء للوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا. وأشار بايدن إلى أن أكثر من 50 دولة التزمت وقدمت مساعدات عسكرية شملت عربات مدرعة وذخائر ومنصات لإطلاق الصواريخ المتقدمة وأنظمة دفاع ضد السفن.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن المناورات العسكرية الأخيرة مع روسيا لا تستهدف أوكرانيا، رافضا ما وصفه بنظريات المؤامرة حول انتشار القوات البيلاروسية على الحدود. في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، عبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن رفضه لما وصفه بنظريات المؤامرة بشأن نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن المناورات العسكرية الأخيرة مع روسيا لا تستهدف أوكرانيا. لقد أجرينا ولا زال نجري مناورات، والآن نظرا للوضع الراهن والتهديدات على نطاق أوسع نجري مناورات تدريبية على أراضينا، ولا مجال لنظريات المؤامرة. وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، أشار إلى أن التحركات العسكرية اقتصرت على أراضي بيلاروسيا ولم تهدد أي بلد آخر. لا يمكن استبعاد العدوان على بيلاروسيا، فعلى الأقل نرى جيراننا يتأهبون للعدوان. وكانت بيلاروسيا أعلنت في الأسابيع الأخيرة عن موجة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك نشر جديد للقوات الروسية في البلاد خلال مناورات أثارت تحفظات الغرب الذي اعتبرها تخطيطا لشن هجوم جديد على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية. كما استضاف لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مينسك في زيارة خارجية نادرة أثارت المخاوف من أن يسعى بوتين لإقناع بيلاروسيا بالانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما يرفضه لوكاشينكو حتى الآن. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الولايات المتحدة توسع نطاق عقوباتها ضد إيران لتشمل المدعي العام وقادة من الحرس الثوري. على مر العصور تسجيل التاريخ والأحداث والمعلومات كان بهدف التخليد والمعرفة. قدماء المصريين سجلوا تاريخهم على جدران المعابد، عشان كده وصل لنا وعرفناه. الأهرامات متسجلة بأسماء الملوك اللي بنوها من زمان، وإحنا بنسجل تاريخنا وممتلكاتنا. مفيش حاجة تسجلت وضاعت عشان سجلناها في الوقت المناسب. الأغنية، شهادة الميلاد، حتى أرقام تليفوناتنا، فما بالكم بأصولنا وممتلكاتنا. سجل بيتك وأرضك عشان تحفظ حقك وتستفيد من ممتلكاتك. لو سجلت بيتك أرضك تقدر تطور نفسك، تاخد قرض، تستثمر، تزود دخل. سجل وبلاش تعب. نتحول إلى أخبار الاقتصاد مع الزميلة حنان الخولي. تفضلي حنان. شكرا لك منى. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها: بدء فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في بيروت بحضور أبو الغيط وميقاتي. انطلقت فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في دورته 28 تحت عنوان لبنان الطريق إلى النفط، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء. ناشد أبو الغيط في كلمته مختلف القيادات السياسية اللبنانية للالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمر بها لبنان وتجاوز كل الانقسامات واحتوائها ووضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار. وينظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. أعلن وزير النقل كامل الوزير بدء تشغيل أول رحلات قطار تالجو الفاخرة للركاب السبت القادم
والموافق 24 ديسمبر 2022 من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالأسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب. أشار الوزير إلى أن تشغيل هذا القطار يمثل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات السكك حديد مصر، حيث تمثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، قال إن أسعار توريد قصب السكر تمت زيادتها إلى 1100 جنيه للطن هذا العام، وأسعار توريد بنجر السكر إلى 1000 جنيه للطن بعد التوافق مع وزارة الزراعة ومجلس النواب. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر روعي فيها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالميا، موضحا أن الهدف من زيادة الأسعار العام الحالي هو إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والتوريد لتحقيق الربحية للمزارع. ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، وذلك بنحو 12% لتبلغ 30.4 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت صادرات الصناعات الكيميائية والأسمدة نحو 7.118 مليار دولار، فيما بلغت صادرات مواد البناء نحو 5.752 مليار دولار، وبلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نحو 3.463 مليار دولار. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث تراجع أداء مؤشراتها في ختام تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، بينما مالت تعاملات المستثمرين العربي والأجانب نحو البيع. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 946.8 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.2 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيس إي جي إكس فيري بنسبة 0.41%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة إي جي إكس 7 بنسبة 1.18%. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023. كانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء قد أظهرت أن الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشا 0.2% في الأشهر الثلاث الأخيرة مقارنة بالربع السابق، وذلك بسبب اضطرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل. أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد من 12.65% إلى 12.35%. قالت الوزارة إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 12.6% خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2022، وأفادت الوزارة بتراجع ارتفاع الأسعار في قطاع المواد الغذائية، بينما انخفضت الأسعار في القطاع غير الغذائي إضافة لتواصل انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية وتراجع أسعار الخدمات السياحية وخدمات الطيران والفنادق. وافقت المفاوضات الأوروبية على خطة ألمانية بقيمة 49 مليار يورو لدعم وتعزيز اقتصادها في سياق استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت المفاوضات أن خطة ألمانيا في هذا الشأن ستكون متاحة للشركات في جميع القطاعات والتي تعتبر مستهلكا نهائيا للكهرباء والغاز الطبيعي، وستأخذ ألمانيا المساعدة على شكل منح مباشرة، وسيتم توجيه الدعم العام عبر مورد الطاقة من خلال أقساط شهرية تأتي على شكل تخفيضات في فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والتدفئة للمستفيدين المستحقين، وعلى أن تقوم الدولة الألمانية بعد ذلك بتعويض مورد الطاقة عن المساعدات الموجهة. أكد المستشار النمساوي كارل نيم أن الحكومة سوف تقدم فاتورة
كفاءة للطاقة والذي طال انتظاره في العام المقبل. قال المستشار أنه تم تأمين إمدادات الطاقة وإقرار 3 حزم لمكافحة التضخم، وذلك بعد أن واجهت الحكومة صعوبات بالغة على مدى العامين الماضيين بسبب أزمة جائحة كورونا والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والعواقب التي ترتبت عليهما. وذكر المستشار أن النمسا لديها 2 أعلى تدابير لمكافحة التضخم للفرد بعد لوكسمبورغ بإجمالي 37.7 مليار يورو، وبالتالي يبلغ نصيب الفرد في النمسا 4147 يورو، بينما يبلغ في ألمانيا 3511 يورو. كشف مسح استقصائي لبنك الاستثمار الأوروبي بشأن المناخ لعام 22 في نسخته الأفريقية الأولى والتي نشرت نتائجه في أعقاب مؤتمر كوب 27 أن 88% يرون أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على حياتهم اليومية. وأوضحت نتائج المسح وجود تأثيرات سلبية لتغير المناخ على سبل كسب أو كسب عيش الأفارقة، إذ أفاد 61% منهم بأن دخلهم قد تأثر، وتعزي هذه الخسائر عادة إلى الجفاف الشديد أو ارتفاع منسوب مياه البحر أو تآكل المناطق الساحلية أو الأحوال الجوية بالغة الشدة كالفيضانات أو الأعاصير. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وعودة لبانوراما نيل، إليك من. شكرا حنان. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة العنف الذي ترعاه حكومته، مشيرا إلى أن واشنطن قررت توسيع العقوبات على إيران لتشمل 5 مسؤولين من بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري وشركة واحدة. الولايات المتحدة إعلانها دعم الشعب الإيراني في مواجهة قمع السلطات للمتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الشابة مهيسة أميني بعد أن تم توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بضوابط الحجاب. واشنطن أعلنت اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بتوسيع نطاق قائمة العقوبات لتشمل 5 مسؤولين إيرانيين وشركة واحدة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج على وجه التحديد على قائمة العقوبات المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري ومسلم معين رئيس مقر الفضاء الإلكتروني في منظمة تعبئة المستضعفين، ونائب المنظمة حسين معروفي، وقائد الحرس الثوري في طهران حسن حسن زادة، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان سيد صادق حسني. وأضاف أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج كذلك على القائمة إحدى الشركات الإيرانية لكونها شركة مصنعة للمركبات المدرعة والعداد التكتيكي وغيرها من المواد التي تستخدمها قوات إنفاذ القانون الإيرانية وقوات الأمن بنشاط في قمع الاحتجاجات. كما أوضح بلينكين أن بلاده تواصل حجل الاجتماع الدولي المتزايد لمحاسبة النظام، مؤكدا أن الآلاف من الإيرانيين خاطروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج على سجل النظام الطويل من القمع والعنف. ودعا بلينكين القيادة الإيرانية مجددا إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة والاستماع إلى شعبها، مؤكدا استمرار واشنطن في تعزيز المسألة لأولئك المتورطين في حملة القمع. كانت حملة انتقادات دولية واسعة قد وجهت إلى النظام الإيراني منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر الماضي بسبب حملة القمع التي نفذها النظام على المتظاهرين السلميين، فضلا عما أصدرته المحاكم الإيرانية من أحكام قاسية ضد المتظاهرين بما في ذلك عقوبة الإعدام بعد محاكمات وصفتها هيئات حقوقية إيرانية أنها صورية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. بانوراما النيل ما زالت مستمرة فيها ونتابع بعد الفاصل. مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد تعم مختلف أنحاء العالم.
العالم بأسره لاستقبال الكريسماس والعام الميلادي الجديد بمظاهر متنوعة ومتعددة من الاحتفالات، ويتمنى بابا نويل أن يكون هذا العام الجديد عام رخاء وسلام، وأن تنتشر السعادة والأمن والأمان بين جميع شعوب العالم. مظاهر متنوعة ومتعددة لشعوب العالم للاحتفال بالكريسماس واستقبال العام الميلادي الجديد. ونبدأ بالفلسطينيين الذين يعيشون في بيئة يسودها التوتر بسبب ما يعانونه تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام طاه فلسطيني بجولات سياحية داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية التي تشمل المدينة القديمة بأسوارها والأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، يروي خلالها قصصا عن وصفات غذائية تعود إلى آلاف السنين وجزءا رئيسيا من هوية الفلسطينيين الثقافية. وتحتفل القرية العالمية في دبي بموسم أعياد الميلاد بتزيين أشجار ضخمة وأضواء مبهرة ومنحوتات مصنوعة من الثلج وعروض يرتدي خلالها المؤدون الملابس التنكرية. أما في لبنان فقد ركض نحو 500 شخص في مسيرة أطلق عليها مسيرة الكريسماس، كثير منهم يرتدون ملابس تستلهم عيد الميلاد على شاطئ بيروت بهدف نشر الأجواء الاحتفالية وجمع الأموال لمركز سرطان الأطفال في لبنان، وتساهم الأموال المجمعة في شراء الهدايا لرسم البسمة على وجوه الأطفال المصابين ابتهاجا بالعام الجديد. وتلألأت باريس مدينة النور بأضواء أعياد الميلاد والزينة، وأضاءت الشوارع ونوافذ المحلات، وزينت 400 شجرة في شارع الشانزليزي الشهير، وسوف تستمر الزينة حتى 2 يناير، أي قبل أسبوع مقارنة بالسنوات السابقة، وبذلك سينخفض استهلاك الطاقة في المدينة لإضاءة أعياد الميلاد بنسبة 44% هذا العام. وأخذ بابا نويل فترة استراحة في البرازيل قبل القيام بجولته حول العالم لتوزيع هدايا الكريسماس، وقام بالسباحة والغطس مع حوالي 2000 سمكة وتوزيع القبلات لحشد كبير من الأطفال والأهالي من داخل حوض الأسماك بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وأخيرا ومن داخل غرفته في الدائرة القطبية الشمالية وهو يقرأ الرسائل المرسلة له من كل أنحاء العالم، يقول بابا نويل إن أمنيته الوحيدة لهذا العام هي أن يظهر الناس الحب والتعاطف ومساعدة المحتاجين، وأن يجلب العام الجديد السلام والسعادة للجميع. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود البحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن إنشاء صندوق للهيئة يهدف لحسن استثمار أموالها تحت إشراف ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. شكري يؤكد أن مشروع سد جوليوس نيريري يعكس التعاون بين مصر وتنزانيا وعمق العلاقات بين البلدين. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.